ثمن مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبد القادر الجنيد دور بعثة الصليب الأحمر ونشاطها الإنساني في اليمن رغم الصعوبات التي تواجهها جراء العدوان السعودي وحصاره الجائر على جميع المنافذ اليمنية. مدير مكتب رئاسة الجمهورية أكد خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أنطوان جراندل الحرص على تعزيز مجالات التعاون مع بعثة الصليب الأحمر وتقديم كافة التسهيلات لتتمكن من أداء رسالتها الإنسانية. اللقاء تطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لتعقب المختطفين لأحد كوادر الصليب الأحمر العاملة باليمن وتقديمهم إلى العدالة لنيل جزائهم العادل. الجنيد أوضح أن عملية الاختطاف عمل إجرامي يتنافى مع قيم وأخلاق الشعب اليمني ويستهدف أمن واستقرار اليمن. رئيس بعثة الصليب الأحمر عبر عن أسفه لقيام البعض بانتهاك حرمة عمل الصليب الأحمر والإقدام على اختطاف أحد كوادره النسائية والتي كانت في مهمة إنسانية لتقديم الخدمات الطبية للمدنيين اليمنيين بدون أي اعتبارات سياسية.